مش عيب خالص ان انتوا تبقوا عارفين المنتج قبل ما تشتروه. العيب بقى انك تروح تشتري اونلاين من مكان ومكان محترم، ها خدتوا بالكم؟ اظن اللي شافوا الفيديو اللي عندي هيعرفوا، ومكان محترم، ودايما تشوفي كده ان يجي لك مثلا الجهاز بايظ، بيترجع. بس اهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده انا هعمل شعري معاكم بالبيبي ليس باقل نسبه تلف ممكن تحصل بالبيبي ليس. ايش هذا؟ المهم يعني لايك سبسكرايب الكلام ده كله، هنتكلم ركزوا في كل حاجة في الفيديو عشان هنعمل كده ايه بيبي ليس على خفيف، ندي شكل حلو لشعرنا ونخلي التلف اقل حاجة خالص. انا طبعا يعني بحاول ان انا يعني بصوا مش عارفة انا المفروض ايه، يعني ان انا ببص للكاميرا المفروض ان انا ببص للمراية، انا بعرف اعمل بالمراية وانا كده ببصلكم بالكاميرا فمش عارفة. المهم يعني احنا هنحاول مع بعض. المهم نقسم شعرنا بالفرشة ريار، نقسم شعرنا بالبتاع اللي بتقسم الشعر دي. انا جبت فرشة الصبغة مش مشكلة عادي، بتاخدي الجزء اللي ورا، الجزء اللي ورا الاحسن يكون شعرك واخد سشوار حاجة خفيفة كده، مش لازم يكون مستشوار على اخره يعني، تمام؟ كعبشيه كده فوق. اكتر مكان انا ما بعرفش اعمله بصراحة وهو اهم مكان تقريبا هي البتاعة دي، القصة يعني بحاول اعملها بس دايما مره تعمل معايا مره تنجح مره تفشل. بصوا بقى انا عايزه اقول لكم حاجه، قبل ما تعملي شعرك بالبيبي ليس لازم تاخدي لازم تكوني غسلاه كويس جدا جدا ومنظفاه من كل الزيوت، تمام؟ طبعا انا بستخدم هنا مكوه بيبي ليس الاصليه والدرجه الحراره بروتكت 200 اللي هي البروتكت اللي هي بتحمي الشعر شويه، تمام؟ وهنعمل ايه؟ هنقسم الشعر من ورا كده حاجات بسيطه. انا بالنسبه لي ساعات خلقي بيبقى ضيق وبقوم واخده كميه كبيره من الشعر، فيعني انا خلقي ضيق فسامحوني يعني على خلقي ضيق. بصوا اهو بتمشي بالراحه مره. انا حاطه ايه؟ حاطه كذا حاجه هقول لكم عليها في الفيديو. غسله شعري كويس جدا بالشامبو بتاع ايفون، شامبو ايفون اللي هو ادفانس تكنيك اللي هو ضد القشرة، من الحاجات الجميلة. وعاملة حاطة بلسم برضو، بلسم على طروف الشعر، ده اهم حاجة ممكن تعمليها لشعرك، بلسم على طروف الشعر. وبعدين حاطة عاملة شعري بالسشوار، السشوار العادي اللي احنا عملناه مع بعض ده اللي هو الفرشة السشوار، عاملاه عادي تمام. وحطيت عليه هيت بروتكت سيرم من انتاج الشركه بيحمي الشعر من الحراره. اهو انا بحاول ابص لكم، بحاول، انا حاسه ان شكلي يخوف في الكاميرا، اتمنى ما يكونش شكلي بيخوف وانا ببص للمرايه. اهو انا مش هفرد قوي انا بس ايه بدي لوك كده، لوك بسيط. هتاخدي كده اهو، دخلي دي من هنا اهي، دخلي دي من حته وطلعها من حته ثانيه، طلعت من حته ثانيه قومي شده الشعر لفوق. هنيجي للقصه دلوقتي. قولوا لي في الكومنتات في حد فيكم شاطر في عمايل القصه يقول لي بتعمل ازاي بشكل كويس. انا بحاول وانا ما شدتش اصلا حاجه بسيطه قوي من الشعر اللي طلعت. الاحسن تكون طبعا مفروده بالفرشة اهو. بصوا ليه بيطلع دخان؟ عشان الشعر كان مترطب، كان مغسول امبارح، او يعني عرقت تقريبا من كتر مع اني مشغلة تكييف والله، بس من كتر بتاع ده، من كتر الرطوبة الجو صعب قوي. انا هسيب المكان ده، انا هسيب ده مش هعمله فعلا. انا عايزة المنظر اللي بره، انا مش عارفه الرطوبه دي جايه ازاي. المفروض ان انا مشغله التكييف، ليه بقى الرطوبه شغاله؟ مش عارفه ما يكونش باظ. هل انت باظ؟ شغال؟ مشغلك على الايه؟ طيب يعني هو اصلا درجه الحراره بره تلاقيها 40 واحنا عايزين نخليها في البيت 18، يعني ازاي؟ لا يعقل. زي برضو ما لا يعقل ان هبه مجدي تستخدم زيت دابر امله، صح ولا ايه؟ فعشان كده بقول لكم
يعني ما تصدقوش كلام الاعلانات، لكن صدقوا كلام اللي بيعمل لكم اعلان حتى عن منتج بس بيكون مجربه قدامكم، مش بيكون قابض عليه فلوس. مش عيب طبعا انه يكون يقبض عليه فلوس، ده شغله يعني، بس ان هو يعني يشتغل قدام، يعني يعمل بالمنتج قدامكم. يعني دي بتتباع في الشركه اصلا بستخدمها اهو قدامكم، الشامبو بيتباع في الشركه بستخدمه، الحاجه بستخدمها وبطلع اقول لكم عن تجربتها. هل يعقل ان هند صبري بتستخدم السيرم بتاع جارنيه؟ ما بقلش من السيرم وما بقلش من اي حد بيستخدم السيرم، هو اصلا نتائجه مش حلوه اصلا للاسف. يعني لو كانت نتائجه حلوه والله كنت طلعت اتكلمت عنه. وعلى فكره ممكن الشركه عندنا تبيعه جدا عادي جدا، تمام؟ يعني ممكن توفره للناس اللي بتطلبه، لكن هو اوريدي هيته مش احسن حاجه يعني. ما علينا بقى، كاني عملت دعايه ببلاش اصلا للمنتج، مش مشكله، خلي الشعب يعيش، خلي الناس تاكل عيش، مش مشكله يعني، عادي، ايه مشكله؟ والله انا بفضفض معاكم كده. بصوا حاولي بقى تاخدي ايه، تاخدي خصله بسيطه خالص اهو، تاخدي خصله صغيره اهي. انت يعني ما يبقاش خلق ايديا على شعرك. يعني انا بصراحه خلق ايديا على شعري وجو رطوبه وعايزه اخلص شعري بسرعه، بس انت حاولي اعملي شعرك في روقان، في توهان، في يوم كده ما يكونش حد قاعد لك في البيت، تكوني فاضيه، تكوني خلصتي كده، وامشي على، بصوا امشي على الشعرايه بالراحه، بس اضغطي كويس. انت هتشوفوا اللوك النهائي. هو طبعا الرطوبه مش مساعداني خالص على يعني الرطوبه مش ممكن، انا بعرق والتكييف شغال، فلكوا انت تخيلوا ان ممكن شعري اصلا يعني يبوظ اساسا لوحده، بس احنا مش هنعمل فينش كويس. اعملوا لايك، اعملوا سبسكرايب، ده بيفرق. وطبعا بشكر كل الناس اللي بتعمل كومنتات وبنرد على كومنتاتهم، وبنرد على كومنتاتهم، بنرد على اسئلتهم، ولما بيتواصلوا معانا عشان يختاروا منتجات بنرشح لهم افضل مكان يشتروا منه او ازاي يشتروا منه، ولو في حاجه من عندنا في الشركه بيكون ليها خصم محترم. يعني الناس اللي هم المتابعين دول بيكون ليهم خصم محترم بصراحه، علشان يعني عايز اقول لكم المكوه دي حلوه فعلا. في ايه المكوه دي حلوه؟ في ان هي اقل تلف للشعر وما بتوقعش شعر. انا كنت بستخدم مكوه قبل كده سكاني بصراحه، كنت بعمل بيها كنت بطلع بشعري تاني، يعني بطلع، عارفين اللي بتاخد شعرها وتطلع بره، تاخد المكوه تاخد الشعر، ايد الشعر عليكم يعني، وتطلع لبره، هي كان بيعمل كده. هنسرع الفيديو بقى، هنسرع الفيديو. الجزء ده بيبقى حلو لما بيكون ليس. يلا انا جالي هبوط، انا زهقت، شعري اكيد اكيد بيجي على المايك وبيهفف على المايك اكيد وبيعمل دوشه، نويز 100% بيعمل نويز، نويز يعني دوشه. مين هنا من مصر ومين هنا من بره مصر؟ مين معانا هنا من مصر ومين من بره مصر؟ على فكره احنا بنشحن بره مصر على فكره، ولينا عملاء اصلا بره مصر كتير قوي، يعني في امريكا، في السويد، في لا امريكا، في امريكا والسويد لحد دلوقتي اللي من بره مصر يعني، الحمد لله بيرشحوا اصحابهم على طول. مش ممكن على الرطوبه، مش ممكن، مش ممكن على الرطوبه، مش ممكن. ايه ده، ايه ده، ايه ده؟ طيب انا تقريبا يعني خلصت شعري من ورا تقريبا، انا لسه هنعيد على الطروف وهقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. كميه شعر بتطلع بسيطه جدا، تمام. هنعمل بقى الجزء اللي هو قدام ده. انا عايز اعمل حاجه، عايز اعمل حاجه، هناخد القصه كده، هناخد القصه كده، احنا هنقسمها، يعني انا هحاول اعمل حاجه صح كده، هنقسمها كده خلاص، ونعمل كده، ونعمل كده. عملنا ايه بقى؟ عملنا كده خلاص، حاولنا نقسم القصه كده، ايه زي ما كوافير هرجي عملها لنا. انا بعرف اقص شعري نفسه، لكن لما باجي عند القصه معرفش، هحاول عم اظبطها معاكم في يوم كده ان احنا نقص القصه في البيت احسن. هتعلم توتوريال لقص القصه كده، ولو لقيت حاجه كويسه هقول لكم. بكعبشها كده اهو، واخد بقى الشعر اللي قدام ده اللي هو بيبقى اول حاجه بتبقى ظاهره اصلا، وابتدي بقى انا انقق فيه كده بالراحه كده اهو. طبعا قبل يعني يكون احسن ان انت تكوني عامله ماسك. انا كنت عامله ماسك الترطيب والتنعيم للشعر، شوفوه في نفس البلاي ليست بتاعه الفيديو ده. شايفين انا كميه عرق رهيبه يا ربي. كنت عامله ماسك الترطيب، تمام،
ماسك الترطيب والتنعيم بتاع الشعر ده روعه. بس انا كنت عاملاه من اسبوع للاسف، يعني الغسله دي ما كنتش عامله ماسكات، كنت سايباها كده يعني اللي هو بالشامبو خلاص. شامبو القشره اصلا عموما بينشف الشعر، لكن ده تنشيفه للشعر اقل. لكن كانك بتستخدمي اللي هو بتاع ايفون ده، جميل. كانك بتستخدمي شامبو عادي، بس هو ليه افكت القشره. وانا اصلا في الصيف شعري بيطلع قشره بفظاعه بهبال. بصوا باخد خصله صغيره اهو وهبتدي اعمل عليها كده بالبيبليس بالراحه، مره او مرتين، تمام، بالراحه خالص مره او مرتين. في تريكه بيقولك ان يعني احنا بنجيب شعرنا لقدام. طبعا انا الحته دي ارخم حته اصلا، فانت هتقسمي شعرك كده، تمام، ارخم حته في العالم. فانت هتقسمي شعرك، جيبي بقى اللي انت فردتيه ده كده خالص وهتقسمي شعرك كده. انا بعمل ايه بقى؟ هقوم واخده حاجه بسيطه كده. لما بتعملوا لايك المحتوى ده ممكن يوصل لناس كتير، ولما بيوصل ناس كتير بنعمل تخفيضات دايما كده، لما كل ما يزيد لنا عدد متابعين. على فكره والله يا جماعه احنا كان عندنا يعني على القناه دي اكتر من 30,000 متابع، بس للاسف اي سوري مش على القناه دي، على قناه تانية، تمام، وللاسف يعني حصل فيها مشكله يعني جابت 30,000 متابع في اقل من كام شهر، يعني من كتر ما كنا فعلا بنعمل محتوى محترم قوي وكان بيفيد الناس، وفعلا كنا بنعمل هدايا وبنعمل مسابقات وبنعمل حاجات كتيره حلوه قوي. لكن حصل ان حد يعني من الناس اللي مش كويسه حط عينه على القناه وما عرفناش ان احنا نكمل فيها، وسبناها لبق الايه. قولي في الكومنتات بق الايه، انا عايزه اقول الكلمه مش حلوه بس يعني يا شتيمة، يعني بس شتيمة نايتي خالص، بشبههم بحيوانات يعني، تمام. فسبناها لهم يعني ورجعنا اشتغلنا من الصفر تاني. يعني عدد المتابعين انتوا شايفينه ده، انا ما اعرفش انتوا يعني وانتوا بتشوفوا الفيديو ده عدد السبسكرايبر قد ايه، بس ايا كان يعني احنا المهم عندنا اكتر من حته المتابعين والكلام ده، ان فعلا كل ما بيزيد عدد المتابعين كل ما بنعمل زي ايه، بنعمل مسابقات على طول وبنعمل تخفيضات على الحاجات بتاعه التجميل، الميك اب والريفيوهات، الحاجات اللي بنعمل عليها ريفيوهات، الميك اب، الشعر، الكلام ده كله. رايكم ايه في اللون بتاع الحنه؟ معلش يا جماعه هو والله شعري ما بيبقاش كده، بس هو النهارده رطوبه رهيبه، جو رهيب. انا هظبطها وهقول لكم هنعمل ايه دلوقتي، هنظبط الشعر ازاي. بس انا عايز اظبط الحته دي الرخمه دي اللي يعني بتغلبني. قولوا لي برده في الكومنتات اللي بتعمل شعرها بيبليس في البيت، طبعا يعني هو الاحسن تعملي في البيت، وانا ساعات بحب في الكوافير يعني اللي هو ايه يلا اشتغل لي، يعني انا مش عايزه اشتغل. انت عامل بتاع الكوافير، انت اشتغل احسن. ساعات بيبقوا يعني بيطلعوا الشعر كويس وساعات بيحرقوه. ده انا مره كان عندي اكستنشن اصلا يعني اتولع فيه من كتر الحراره، كانت عاليه قوي، دايما بيعملوا على حراره بتقرب من ال 400 اكستنشن. بقى ايام ما كان شعري ما كانش موجود اصلا كنت لازم استخدم الاكستنشن ده، بس ساعات والله بستخدمه يعني من وقت للتاني كده عشان اعمل لوك بقى ان انا شعري فظيع وطويل ورهيب لحد بعد ظهري اصلا، مع ان شعري دلوقتي وصل يعني حاجه حبه حلوين يعني. فلما بتعملوا لايك وسبسكرايب والحاجات الجميله دي، اتمنى الصوت يكون واضح، لما بتعملوا الحاجات الجميله دي، بصي الجزء اللي فوق ده حاولي تجيبيه لقدام يعني بيدي فوليوم حلو قوي كده. لما بتعملي لايك وسبسكرايب والحاجات الجميله دي بيظبط لك الدنيا على يعني بيبقى فيه خصومات كويسه. واصلا المتابعين المتفاعلين لما بيتواصلوا معانا، انا يعني غالبا المتابعين اصلا بيطلبوا مننا اوردرات ميك اب سكين كير، وده مش عيب خالص على فكره، مش عيب خالص ان احنا نتكلم معاكم عن منتجات ونعمل عنها ريفيوز ونجربها قدامكم ونصايح ومحتوى اتمنى يعجبكم ويكون يعني محترم بالنسبه لكم. الحمد لله محترم يعني، تمام، ومش عيب خالص ان انتوا تبقوا عارفين المنتج قبل ما تشتروه. العيب بقى انك تروح تشتري اونلاين من مكان محترم، ها خدتوا بالكم، اظن ان اللي شافوا الفيديو اللي عندي هيعرفوا، ومكان محترم ودايما تشوفي كده ان يجي لك مثلا الجهاز بايظ، بيترجع، بس مش حاجه حلوه ان انت تجيبي الحاجه وترجعيها، انت عايزه تشتري تستمتعي بالمنتج، مش عايزه تشتري وترجعي. ايه المرض ده؟ يعني ايه المرض ان انا عايزه اشتري وارجع؟ ده مرض، انا بعتبره مرض بصراحه.
بعتبره مرض من اللي بيشتري ومن من البايع اللي مش بيبيع حاجه محترمه، بيبقى يعني مواقع محترمه جدا وبيتعمل لها دعايه رهيبه وبتشتري المنتج ويقول لك استرجاع خلال 14 يوم لو المنتج فيه عيب، وغالبا المنتج بيجي فيه عيب. يعني عمر ما طلبت من عندهم حاجه وطلعت محترمه، يعني مش عارفه ليه، علشان مش بيبقوا يعني غالبا بيبقوا تجار كتير. هو 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 موقع، طبعا انتوا عارفين دون ذكر اسماء، زي نون والامازون والكلام ده، بيبقى موقع بس بيضم تجار كتير قوي. التجار الكتير دول كل همهم البيع، مش همهم الكاستمر سيرفيس او خدمه العملاء او يعني رعايه المستهلك نفسه. حاجه كويسه انه يرجعه، بس مش حاجه كويسه انه اصلا يخليك تعمل الاوردر وتدفع شحن و شحن 20 30 جنيه، لو 10 جنيه حتى، لو ببلاش حتى، وضيع من وقتك، وفي الاخر الاوردر يجي لك مش مظبوط. انت عايز تشتري عشان تشتري اهو. بصوا بنحاول بقى نتنيها كده بس. فبنتابع طبعا، يعني احنا اللي بنقدمه لك ان احنا بنتابع معاكي، بنجرب معاكي المنتجات، بتشوفيها وبتتصور لك قبل ما بتوصل لك. واصلا الاهم من ده كله انك تختاري المنتج الصح ليكي. ربي على الرطوبه، تختاري المنتج الصح ليكي. انا القصه دي هحاول اعملها بشكل صح، هقسمها كده تمام. تختاري المنتج الصح ليكي، عشان يعني واحده عندها حبوب، انا كان عندي عميله متابعه يعني من المتابعين، بنوته عندها بتاع 19 سنه 20 سنه وشها كله حبوب، وفاكرين كان في جهاز كده اللي هو الالترا سونيك سكين سكرابر، جهاز كده عامل زي السكينه، مش سكينه يعني، جهاز عامل زي ايه زي ايه زي ايه زي ايه، هتلاقوه في الفيديوهات، عامل زي الكارت كده، ويعني اهو بالكارت احنا شاور بكده، وبيعمل كده البشره بيشيل الجلد الميت اصلا من البشره، وهي وشها كله حبوب، وهي بقى يعني عارفه اللي هو ايه، تقريبا يعني شبطانه في الجهاز شبطه رهيبه. يعني لما اتواصلت معايا، عشان الحمد لله يعني خبرتي في المجال محترمه وخبرتي في المجال فتره طويله، لما اتواصلت معايا، شوفوا الله جميله قوي، هنعمل الشعر نلولوه، هنلولوه بس لو عندي خلق دلوقتي لو جالي طاقه، بس هيجيلي طاقه، انتوا بتشجعوني. اما طلبته اصلا كانت عينيها عليه وفاكره ان ده حاجه كويسه وهيجدد خلايا البشره ويضيع لها حبوب، قلت لها لا حبيبتي ده مش هينفعك خالص. ليه بقى؟ لان وشك كله حبوب، انت كده هتقطعي الحبوب تجيبيها من حته توديها حته ثانيه وتخليها تتكسر بقى، والرطوبه تاكلها. الرطوبه مكلتني، كلت شعري خلاص، هعمل ايه في الرطوبه دي؟ مش عارفه تمام. فالناس اللي ما عندهاش ضمير، يعني انت لو بتشتري الكلام ده من ويب سايت والويب سايت ده ما عليهوش دكتور مثلا او حد، يعني مش شرط يكون دكتور يا جماعه، يعني احنا معانا صيادله، احنا اللي بيشتغلوا معانا في الشركه صيادله تمام. انا هفردها وهعمل لها لوك دلوقتي هتشوفه تمام. حاجه كويسه ان يكون الصيدلي او الشخص اللي دارس وفاهم بيوتي ادفايزر او كده. عايز اقول لكم حاجه، بيبقى في اصلا بيوتي ادفايزر في الصيدليات، حاجه اسمها بيوتي ادفايزر، يعني بينصح او خبير تجميل. ده ما يقلش يعني، ما اعتقدش انه يقل حاجه عن الصيدلي، بجد بحترمه جدا برضه، لانه بيبقى دارس جدا المنتجات ودارس ايه اللي مناسب ليكي وايه اللي مش مناسب ليكي، فدي حاجه برضه شغلانه جميله يعني. وغالبا بيبقى بيكلور ديجري، يعني مش بيبقى متعلم، بيكلور يعني معاه بكالوريا يعني، او معاه يعني شهاده كويسه تمام. والله حلوه، والله حلوه، والله جميله، قولوا جميله، قولوا ما شاء الله. يعني انا بحاول ان انا هظبطها كده، بس بجد بجد انا مش عايزه اوصف لكم، يعني انا غلطانه، هو بيشيط اهو من كتر الميه. اكبر غلط ممكن تعمليه على شعرك ان انت تعمليه بابليس وهو مميه عليه ميه، والميه دي من العرق للاسف او من الرطوبه. انا هاخد القصه كده، هاخدها كلها كده اهو، فتبقي مطمنة ان انتي بتتعاملي معانا او مع غيرنا برضو، انتي حرة يعني، انا مش هجبرك تتعاملي معانا يعني، محدش هيجبرك على حاجة. الناس اللي بتتضايق من محتوى الاعلانات، محدش بياخد رزق حد ومحدش بيحط ايده في جيبكم علشان تشتروا. انا ما قلتش حد اشتري، انا بقولك المنتج ده حلو عايز تشتريه، اللينك في الصندوق الوصف، بس لينك التواصل، لينك الواتس، لينك الانستا، لينك الفيس، لينك يوتيوب، لينك تيك توك، لينك كل حاجه. هتفتح تلاقي العنوان كده، اضغط على العنوان هتلاقي الصندوق الوصف. يخرب بيت الرطوبه، مش ممكن، احنا بنموت هنا.
احنا بنموت. انا في مصر، انا في مصر، تحيا مصر، جميله مصر. في بلد عندها دي الرطوبه دي؟ طيب، فمحدش هيقول لك اشتري ايه وما تشتريش ايه. انا مش عايز اطول عليكم في الفيديو اكتر من كده، بس هنحاول نعمل لوك حلو كده. هنقسم القصه نصين، تمام؟ وبتجيبيها، دي ميزه الفرشه ان هي الجزء ده بيبقى سخن فممكن يعمل معاكي كيرل. وبتقلبي كده، بتقلبي القصه كده اهو، وبتعملي كده. هنيجي هنا اهو، هتقلبيها لفوق كده اهو، سهلة خالص والله يا عسل. هنعمل اللوك بقى، نظبط الشعر نفسه. انا عايزة اعمل لكم خصلة كده، بس انا عايزة اعمله ليس، مش عايزة اعمله لولو، مش عايزة اعمله كيرلي من تحت. دلوقتي طالبة معايا ليس بصراحة، انا بحب الليس شوية. تعملي بقى المكوة دي كل قد ايه؟ كفاية مرة في الاسبوع لو انتي امرأة عاملة بتخرجي وعايزه تبقي بتحبي شكل الليس يعني. الاحسن كل شهر، كل ما يعجبك حالك كده وتبقي عايزه تبقي قمر براحتك. شايفين؟ هجيب بقى المثبت اهو، بقت حلوه القصه، بقت جميله. انا يعني شايفه انها جميله، قولوا جميله. هنجيب بقى المثبت، انا عجبني ده، مش من يعني شركه عندنا مش بتبيعه حاليا. بس انا عجبني من لوريال، فممكن تشتروه عادي. عايزين تشتروا حاجه تانية موجود، خفيف على الشعر شويه بس مر قوي، طعمه مر بيخش في اللسان. بس بس كده انا خلصت، لكن لسه ما خلصتش الكونتنت اللي عندي كله والحاجات اللي اعرفها كلها عن التجميل والريفيوهات والمنتجات اللي عندنا واللي عند ناس كتير. شكرا ليكم على دعمكم، شكرا. لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو اكتبوا لي في الكومنتات، هيكون ليكم خصم حلو على فكره لما تيجوا تشتروا ميك اب، او ممكن كمان يكون ليكم خصم على المتابعه مثلا. لو انت عايزه تعالجي بشرتك، شعرك، عايزه حاجه في الميك اب عموما يعني، هيكون ليكي اكيد يعني حاجه كويسه. شكرا ليكم، سلام.